مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير القطايف بالنوتيلا بعجينه كتير كتير سهله وبسيطه وناجحه من اول تجربه. عجينه رائعه، شايفين هالمنظر بشهي وببيض الوجه كتير بضيافه وبينفعوا لجميع المناسبات. شكل كتير كتير حلو ورائع. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوب طحين، بحط ربع كوب طحين فرخة، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة خميرة، نص ملعقة صغيرة سكر. بخلطهم شوي مع بعض. منضيف عليهم مي فاترة كوب ونص، كوب ونص، بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطهم وصاروا بهيدا القوام، هلأ بحطهم بمكان دافي حوالي ربع ساعة. بس ارتاحت عنا العجينة وصارت بهيدا الشكل، بخلطها حطيت المقلاية على الغاز وحمت الغاز. بس تحمل المقلاية مباشر بتشكيل القطايف. هيدا الملعقة عيارة نص ملعقة، نص ملعقة الطعام يعني ملعقة صغيرة. رح عير فيها أنا حجم القطايف. بهيدا الشكل بصيروا القطايف عنا متساويين الحجم. إذا بدكن ياهن كبار فيكن تستعملوا ملعقة الطعام. بدي أعملهن أنا حجم كتير ناعم وصغير. هلأ منشوف كيف صارت من الأسفل. بس تبرد بشوفها أنا وياكم. بحطها على منشفة. نفس الشي منشيلهم على المنشفة. هيدا لون القطايف، لونهم كتير كتير روعة بعقده. شايفين شو طرايا؟ كتير ناجحين 100%. كف الباقيين برجع بكفي أنا وياكن. بعد ما جهزنا القطايف وبردوا تماما، هلا بدنا نحشيهم. بدنا نحشيهم بالنوتيلا. ممكن هيدي الطريقة، طريقة القطايف، تستعملوها للقشطة. اي شيء ممكن تحشو فيها، جوز، قشطة. بس الجوز والقشطة اذا كان مقلي بتكبروا حجم القطايف، ما بتعملوها هالقد صغيرة اذا بكن تقلوهم. بحشيهم بهيدا الشكل، بضغط عليها. بهيدي الطريقة شايفين شو ناعمة؟ بتطلع كتير حجمها حلو ومرتب بهيدا الشكل الرائع والحلو. نفس الشي بسكرها بهيدا الشكل. بهيدي الطريقة شايفين شكلها شو رائع وحلو، كتير كتير ناعمة ومرتبة. هول القطايفات بعد ما حشيناهن، هلأ عنا هون سبرينكلز وبندق مكسر، شي بسيط.
إذا بتحبوه بتغطوهن بهيدي الطريقة، بس بيعطي شكل خفيف. يعني هيدا الزينة حسب الرغبة انتو إذا بتحبوا. شايفين كيف؟ ما رح زينهم أنا كلهم، رح أعمل شي بسيط بس. هول القطايف بالنوتيلا بالشوكولا اللي عملتهم أنا وياكن، شكل كتير كتير رائع بعقده عن جد بالفعل، كتير طيبين، بينفعوا لجميع المناسبات كمان وبرمضان وبكل الأوقات. شايفين منا شكل بشهي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.